السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية وسلام لكل متابعينا خاصة أوفياء برنامج رأي القانون. نتواصل بالسؤال والجواب مباشرة. أول اتصال. ألو ألو، مساء الخير. ألو ألو، مساء الخير. مرحبا أستاذ. نعم الحمد لله، مرحبا بك. الحمد لله أستاذ، أنا ما في حقيقة الحال ما عنديش قضية، وإنما راح نطلع لك غير واحد الإجراء اللي تعدل إجراء فيما يخص الجرائم المتلبس بها. نعم أستاذ، فيما يخص إجراء المجهول الفوري. إجراء المطور الفوري هو إجراء جديد جاء في مكان جرائم التلبس. نعم أستاذ. نعم. نحن نعرف باللي المشتبه فيه رامي يحكموا صباح يقدموا أمام النيابة وراح يفوت الجلسة مباشرة لمحاكمة المتهم، ما راحش يتركوا له الأجل بيوجد كما نقولوا إحنا الدفاع نتاعه. نعم، ما راح سؤالك أستاذ. هنا المشكلة كأنه إجراء سريع، وانا المشرع يقول تعزيز قرينة البراءة للمتهم والحد من الحد المؤقت. اجراء سريع لان الناس يطالبوا بالاسراع في قضاياهم، قال لك القضايا تاعنا يطولوا بزاف بين السرعه، ام جابوا لهم قضايا اجراء فيه السرعه، فيه مشاكل ولكن فيه سرعه، يعني في نفس اليوم تبات اليوم صباح يدوك المحاكمه مباشره. وكي طول انا نشوف استاذ انا انه اجراء جد سريع، ما يخلوش المتهم ولا المشتبه فيه بيحضر الدفاع نتاعه. نعم يخلوه يحضر دفاعه، لأنه دفاعه قادر يحضر ويأجل القضية على أسبوع مثلا، ما راح المشكل. ماشي شرط المحاكمة في نفس اليوم، بمجرد أنك تمر على النيابة والنيابة تحيلك إلى الجلسة، لأنه النيابة في الحالة هذه ما عندهاش الحق تدير لك الإيداع ولا تفرج عليك، يبعثك للجلسة، وقاضي الجلسة عنده صلاحية الإفراج وعنده صلاحية الإيداع وعنده صلاحية التأجيل مع الإفراج مثلا، والمحامي عنده الحق يتأسس ويأجل، وعنده الحق يطلع الملف في نفس اليوم، ولكن أغلب المحامين يفضلوا ربما يأجلوا على أسبوع، وأسبوع يحضر دفاعه، وهنا القاضي يقرر هل هذا الشخص المثل أمامه بموجب إجراءات المثل الفوري هل يبقى حر طليق لما يأجلوا القضية يعطيه إفراج، أم أنه يدير له إيداع في السجن على أساس أنه راح يحاكم في الأسبوع المقبل. وراح المشكل الآن، المشكل انه كيف يفوت عند قاضي الجلسه وراح يدير له يقول له بلي راني راح ندخلك ولا يدير له الايداع. نعم، وراء الفرق هنا قبل مين كان اجراء التلبس العادي يمر امام وكيل الجمهوريه مقبل كان وكيل الجمهوريه هو اللي يدير الايداع، الان وكيل الجمهوريه الان وكيل الجمهوريه ما يديرش ايداع. الاجراء ربما غير هو ما لا ابدا، فيه محاسن، لانه القاضي اللي يحكم عليك هو اللي يعطيك الافراج ولا يعطيك رقابه ولا يعطيك ايداع. فيما سبق كانت النيابه طرف في الخصومه، النيابه ماهيش هي اللي تدخل الناس للحبس المفروض، هذا المثول الفوري جعل النيابه طرف ما تقدرش تدخل. ايه تقدم التماسات فقط. نعم، النيابه طرف من اطراف القضيه تطلب واش تطلب، ولكن القاضي هو الذي يقرر، وهذا هو الاصل، هذه الحقيقه، لانه فيما سبق كانت النيابه تدخلك للحبس ومن بعد تجي تولي الطرف في القضيه، يعني من غير المعقول منتك الدفاع تولي في موضع في مركز قانوني ضعيف على اساس ان الخصم تاعك اللي هو النيابه هو اللي دخل هذا الانسان للسجن. الان لا انت خصم والنيابه خصم والقاضي في الوسط هو اللي قرر، وهذا شيء جميل نظن، ولكن مشكله الوقت السرعه، الناس يحوسوا على السرعه، قال لك بزاف دخلوا انسان للسجن يشارع بعد 15 يوم بعد اسبوع بعد 15 بعد 20 يوم. هذا الاجراء ولو انه عنده مشاكل تطبيقيه وعمليه ولكن يقدم حلول، يعني اذا ما حبيتش تحب تشارع في نفس اليوم شارع، عندك الحق ربما تطلع على ملف في لحظات، ولكن ايضا اذا حبيت تاجل القضيه تاعك تقدر تاجلها باسبوع وتعاود تقدر تاجل اسبوع اخر، المهم في جميع الحالات انك الدفاع راح يكون مضمون، والقاضي هو من يقرر في الاخير بشان الافراج وبشان الحبس وحتى بشان العقوبه.